بطاقتنا الرسميه وبكل بساطه. يعني حيكون معنا ابو شوشان من سكان الوادي. يا ابو شوشان ايش تبي تقول للمسؤول وللناس وانت من سكان الوادي؟ شنو الرساله تحب توصلها؟ والله نوصلها انا اهم حاجه طبعا لا ما نتكلمش على نفسي بيني وبين ربي، نتكلم على العائله. هذا قريب 20 عائله مآخر جوا قريب 20. انا ما نتكلم على نفسي، نتكلم بيني وبين ربي. هذا الشلال والله قريب 20 عائله وكلمك كثير بزياد وجو نظف الطريق قال لي حاج وجه والله معنا. داخل الوادي لازم تستوقفنا اليوم، يعني في جولتنا استوقفنا الحاج حمد الحلس. حمد ابراهيم عبد الرحمن. حمد ابراهيم عبد الرحمن الحلس الشاعري. من الشخصيات المعروفة في الوادي اكثر من 70 سنة وعمل لعمره 85 سنة واللي عمره 85 سنة وجهده كله وراح. لا أخ حماد إبراهيم عبد الرحمن، أنا من يوم ما عشت وخلقت ونبيدي في هالمسيرة ودي دارنا، عمري جي 85 سنة نبيدي نشتغل في هالمسيرة ودي دارنا مزارعي هذا نجاح نسمع فيه ولا لا؟ نعم. اليوم مزارعي خلهن السيل، مزارع ومزارع أخوتي هذول الله كلها خلهن السيل، راح ضحية في الوادي وفي أرواح أخرى في أرواح أخوتي اللي راحوا هذول الله أرواح ناس صبايا وكلم عدل تسمع فيه. وهالوادي هذا يا كم تحقوا فيه قاعد دمار دمار كل الوادي هذا من راس الزينه قاعد دمار، وادي الشواعر هذا قاعد دمار خراب، ولا لنا ضي ولا لنا همويه ولا لنا طريق، وقعدنا يلا في هال شايف يا نقعد في السفرتح ولا شو ايش نبي اللي نبوها كيف هالناس نبي زي طبعتها كيف هالناس نبيها كما نقول بهال كيف نفهم كيف الناس أنا نعم وكيف كيف الناس نبوش الناس تختم لنا الطريق وتختم لنا الضي يجيب لنا الضي ويجيب لنا الطريق، نحن نبو الناس تخدم لنا الطريق ويجيب لنا الضي. نصل الآن لأن نختتم جولتنا في وادي درنة اللي بدأت من أكثر من 6 ساعات إلى أن نصل إلى هذه النقطة التي سوف أتوقف وأتحدث عليها أكثر، ولكن حبيت نقول لكم أن خلال جولتنا في وادي درنة سابقا كانت الطريق والمياه متوفرة واستقبال الأهالي، ولكن للأسف الشديد لم نجد الطريق ولم نجد إلا القلة من الأهالي، لأن أهالي الوادي منهم من لقى يعني توفي جراء هذا السيل الجارف، ومنهم من هو موجود لازال يبحث عن سبل العيش داخل هذا الوادي. الآن أنا تواجدت في مكان يعرفه أو يعرفه الليبيون جميعا، مكان كان لما تجي درنة لازم تجيه اللي هو شلال درنة، ولكن للأسف شديد هذا الشلال غير موجود وكأنه لم يوجد، بل تغيرت ملامح الوادي بالكامل. فنتمنى من خلال هذه الجولة أن تكون رسائل أطلقها أهالي الوادي البسطاء تصل للمسؤولين جميعا وتأخذ بعين الاعتبار، ونقول كما يقول أهالي درنة يد بيد
درنة سوف تعود من جديد بهمة أهاليها.